السلام عليكم طلاب الأحباء، طلاب قسم اللغة الفرنسية وطلاب قسم الترجمة الفورية. زي ما احنا متعودين بننزل فيديو دايما لأنشطة الطلبة المتميزين. النهاردة احنا معانا فيديو من إعداد الطالبة يوستينا حسام، الطالبة المجتهدة، وبتتكلم فيه عن التوصيات اللي يجب اتخاذها لمنع انتشار العدوى. وبنهدي الفيديو ده برضو لأحد كوادر اللغة الفرنسية ودكتور جورجي ميشيل. وطبعا احنا من الشخصيات الجميلة جدا والمتعاونة مع كل زملائها واللي بيحب الطلبة وبيخدم لأبعد الحدود، نتمنى ان احنا نراه في اعلى المناصب ونبارك له قريبا جدا جدا على الدكتوراه، وربنا يوفقك يا جورج. والان مع التقديم الجميل للطالبة يوستينا، فلنستمع. Le feu de se couvre la bouche et le nez, lorsque courtus et éternée, la cuisson comblée de la viande et des œuvres, avait été contact étroit avec toute personne résidant de son bâton des malades respiratoires, tel que l'être et les déterminants.